السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نجدو مع بعضياتنا حريرة حمراء بطابع تقليدي. نجي في المقادير نص زلافة صغيرة الكرفس، زلافات الربيع، شوية ديال اللحم، بصلة محكوكة، زلافة صغيرة الحمص مفسوخ، زلافة صغيرة ديال المطيشة مركزة سبق لينا وجدنا، نص زلافة صغيرة تاع العدس، نص زلافة صغيرة الفول، الدقيق انا غادي ندير قل من هذه الكميه، الشعريه ديال الصفه شويه، كميه قليله من الرز، شويه الملح، شويه الخرقوم، شويه السكينجبير، شويه البزار، خمسة الحبات ديال الطماطم، وزيت الزيتون. اول حاجه غادي نديرو زيت الزيتون، انا غادي نطيبه في اناء ديال الطين، حنا كنسميوه الحماس او تاكرا. غندير فيه اللحم، غنزيد عليه البصله والحمص والكرافس. بالنسبه للكرافس الناس اللي عندهم طونسيون يردو مع البال، غنخليهم يتقلاو مزيان مع العطريه. هنايا من بعد ما تقلاو غادي نزيد العدس والفول، غادي نطحن المطيشه وغادي نزيدها على حتى هي. ونروي ونخليهم يطيب. ني بعد ما طابوا العناصر الاولين غادي نزيد عليهم دابا الرز ونخليه حتى هو يطيب. ني غادي نزيد الطماطم المركزه، راه ما كنحتاجوش نزيدو معاه حتى شي حاجه، كتلون هي بوحدها مزيان. غادي نضيفو الدقيق، بالنسبه للدقيق ديروه بالقياس اللي كتبغيو نتوما على حسب الكثافه اللي كتبغيو في الحريره ديالكم. نزيد الشعريه ديال الزفه والربيع، هادو كنزيدهم في اخر مرحله. غادي نزيد معلقه صغيره ديال السمن وراس المعلقه القرفه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا، كتجي خاطره، الطين كيعطي مذاق هائل. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. لا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتدعمونا بزر الاعجاب.